مساء الخير، نتحدث إليكم من أمام مستشفى الصباح الحكومي، المستشفى الذي يوجد فيه الآن أحد المواطنين المصريين الذين تم الاعتداء عليهم. قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الاعتداء، لأن الاعتداء تم من مواطن كويتي على مواطن مصري. هذا الاعتداء استنكره الشعب الكويتي قبل أن تستنكره وسائل الإعلام المصرية أو وسائل التواصل الاجتماعي. هنا نسأل، ماذا حدث بالضبط؟ هل ما حدث هو حادثة فردية أم يعبر عن اتجاه كامل ضد حالة المصريين؟ كيف تحركت السفارة المصرية والجهات المصرية تجاه هذا الموضوع؟ كيف تحركت وزارة الخارجية المصرية؟ كيف تحركت وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة المصرية تجاه هذا الملف الذي يجب أن تعنى به، لأنه يتصل بأحوال المصريين في الخارج؟ كيف هي حالة الشاب المصري أو المواطن المصري الذي تم الاعتداء عليه؟ ما هو الموقف القانوني بالنسبة له وبالنسبة للمتهم؟ كل هذه الأمور نحاول في هذا التقرير المختصر من الكويت من أرض الحدث أن نغطيها لكم. طمني دلوقتي، حاسس بإيه؟ والله الحمد لله، أنا الحمد لله أحسن دلوقتي عن الأول بكتير، الحمد لله. زي ما أنتم شايفين هو أنا بتكلم كويس، هو بس الآلام هنا وكسر في الأنف، يعني حاليا ده اللي مؤثر معايا أكتر. لكن ما فيش أي ردود تانية؟ لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب بدون ما أرهق حضرتك، ببساطة كده، هو حصل إيه بالظبط؟ هو شخص ما دخل، أنا في موظف في محل ما في المنطقة هنا شويخ، دخل علي أنا في فترة راحة من 2 لـ4 ببقى أنا قاعد وكل العمال مريحين. ده دخل وعايز ينزل السيكل بتاعه، نزل السيكل. قلت له لا، أنا ما أقدرش أنزله منك دلوقتي. فقال لي لا تنزله الحين. قلت له لا، ما اقدرش انزله منك. قال لي غصب عنك الحين، وراح لافف لي من داخل المكتب. يعني الموضوع كله دقيقتين تقريبا، دقيقتين يعني كل الحدث ده في دقيقتين. يعني ده سلوك طبيعي يعني؟ لا 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 لا، انا قلتها يا جماعه، انا عايش في الكويت اكتر من 10 سنين، ما شفت غير كل ود وكل حب من اهل الكويت، وليا اصحاب وليا ناس وناس محترمه كتير. ده سلوك يعني انا لا يعبر الا عن ذاته هو نفسه، سلوك فردي. يعني هو عنده كم سنه؟ هو شاب يعني تقريبا في 30 حاجة و20 حاجة زي كده يعني تقريبا، بس طبعا الجسم بقى يعني معطل يعني. طيب هو عمل ايه بالظبط لما قلت له يعني مش هقدر انزل لك السيكل؟ بس لفني بقى من الناحية التانية كده من داخل المكتب وابتدى بقى في اللكمات بتاعته بقى، يعني انت ازاي ما تنزلش ده؟ واللكمات بقى ابتدت. انا اللي اخر تذكره ان انا طحت في الارض، كان في بطارية صغيرة مسكها بقى يضربني بيها على وجهي هنا. الضربة البطارية مرة 2 3 انا شفتها ابيض وتاني، انا لا اتذكر بعد كده ايه اللي حصل يعني، بس شفت الفيديوهات بقى يعني الحمد لله على كل شيء. ازاي فيديوهات يعني؟ في ناس كانت بتصور اللحظة دي؟ في تصوير، في تصوير في المحل، في تصوير اساسا، كاميرات بتصور الـ 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 الواقع كله. كاميرات المحل نفسها؟ يعني هو الاعتداء جزء منه بايده وجزء استخدم فيه بطاريه سلاح حادية. البطاريه في بيقولوا بقى ان هو في التصوير بقى يعني ان هو ظهر ان هو مسك حديد وبقى يضربني وانا مغمى علي على الارض. طبعا انا صراحه انا لا اتذكر الا بعد البطاريه، انا لا اتذكر الا بعدها يعني. لكن في التصوير باين ان هو ماسك يعني اشياء تانية في ايده بيضربني يعني وبرجله، لا المستعان يعني. بس هو الحمد لله، انا احب اطمن الجميع، هو اجهزه الامن يعني فعلا ما قصروا، سلطات ما قصروا. انا هنا عايز اعرف بقى تتابع الحدث، ايه اللي حصل بعد ما حضرتك اغمى عليه؟ هو اللي انا عارفه ان هم ما قصروا الحمد لله، والاستياء العام من اهل الكويت فعلا، ويمكن معايا المحامي من مكتب الصراف استاذ احمد يمكن يشرح لحضرتك. احنا هنساله ونفهم منه دلوقتي الوضع القانوني، بس انا عايز افهم من حضرتك ايه تتابع احداث يعني بعد ما اغمى عليك. طبعا في جزء انت كنت في فقد السيطره يعني في الفيديو بقى، بيظهر في الفيديو بقى اللي هو بقى بيمسك بقى ان هو بيمثل بيا وانا يعني طريح الارض بيمثل بيا بقى يعني. انا وان كنت ما بحبش اتذكر الحته ديت يعني،
بس فهو انا اللي انا شاهدته بقى بعد كده ان استياء عام من اهل الكويت. مين اللي خدك المستشفى؟ طلبوا الاسعاف واعتقد ان هو طلبوا الداخليه ونقلوني على المستشفى. المستشفى هنا كانت حاله استنفار في العنايه المركزه، وقعدوني في العنايه المركزه تقديم الخدمه الطبيه كامله، والحمد لله زي ما انت شايف انا بتكلم الحمد لله. طيب هو هرب ولا فضل في المكان؟ هي اللي انا فهمته بعد كده، اللي انا عرفته من الامن، ان هم هرب وجابوا السياره بعد كده من التصوير اللي هو اللي كان فيها كان صديقه او حاجه زي كده، ويمكن استاذ احمد يفيدك في الاجراءات ديت اكتر، يعني ان هم جابوه، وحاليا اللي انا اعرفه ان هو حاليا في المغفر، جابوه يعني قبضوا عليه امس. طيب هنا في المستشفى مشاعر الناس بالنسبه لك ايه؟ كيف تعاملت السلطات المصريه ممثله في السفاره والقنصليه مع حضرتك الجاليه؟ لو تقدر تحكي للناس. هي دي والله يعني دي اتحكى فيها يعني ايام مش لحظات صراحه. يعني اللي انا شفته يا جماعه والله، اولا من اهل الكويت حتى، يعني انا مرضى كويتيين كانوا بيجوا وغير كويتيين سعوديين مسافر من السعوديه للكويت عشان يجي يسلم عليا. والله ده حدث الكويت يجي يقول لي انا اسف ده مش تعبير عن اهلنا، قلت له والله انا ادري، انا قاعد بقالي سنين معاكم فعلا، ان ده لا يعبر عن اهل الكويت، هو يعبر عن نفسه ويعبر عن جرمه، لكن لا يعبر عن ثقافه الكويت فعلا حقيقه يعني. وانت لو تشوف كم التعاطف والاستياء الشعبي من اهل الكويت ده في الوصف، الى جانب الاستياء كمان من الجاليه المصريه والجاليه العربيه والجاليه السعوديه. يعني انا مش عارف، يعني انا بقيت عمال اقول يا رب يمكن دوت كرم من عند ربنا عشان تشوف حب الناس دي كلها يعني. فالحمد لله والله الحمد لله. والسفاره المصريه من اول دي حقيقة تقال برضو حق لازم يقال، من البدايه كانت موجوده السفير القنصل هويدا كانت موجوده معايا في العنايه المركزه، اللي كان موجود معايا قبلها كمان في اليوم نفس الحادث بالليل المستشار تقريبا، انا مش متذكر اسمه، لا محمود عليه، وده مستقيم يعني مستقر معايا تقريبا يوميا ربنا يكرمه ربنا يكرمه يعني. والسفير جالي امس هنا، ويعني بصراحه الناس مش سايبيني يعني السفاره قامت بدورها فوق الوصف يعني. طب فكره انه الدوله المصريه تتحرك بسرعه وتيجي وزيره الهجره تستقل طائرة وتيجي نازلة من المطار تروح تقابل يعني وزيرة مسؤولة في الحكومة الكويتية ثم تتوجه ليك هنا في المستشفى عشان تطمن عليك، ده إحساسك بإيه؟ والله يا جماعة يعني أنا عايز أقول لك يا أستاذ عماد، يعني ده إحساس بالفخر يعني. إن أنت هو أنا بسأل نفسي أحيانا، هو أنا مهم قوي كده حد عند 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 الحكومة المصرية والشعب المصري؟ يعني ده كرم، أنا لعله خير اللي حصل دوت عشان أعرف إن أنا الناس بتحبني. لا أنا عايزك ما تستغربش، لأنه كنا طول عمرنا عايشين لسنوات طويلة الإنسان المصري ملهوش قيمة، دلوقتي الحمد لله في إعادة اعتبار لقيمة الإنسان، وأنت من الناس الكويسين الطيبين بيجتهد على رزقه، جاي هنا يشوف رزقه ويشتغل بيعملش مشاكل، ملتزم بالقانون، فحينما يتعرض لمثل هذا الاعتداء طبعا لازم كلنا نقف معه والدولة تقف معه. ربنا يكرمكم يعني. بس هو في حد ذاته ان هو يعني التفاعل الشديد دوت وحضور معالي الوزيره هنا يعني ده احساس لا يوصف، خلى نفسيتي النفسيه المعنويه في السماء بصراحه استاذ عماد. انا حاسس ان انا مش فريد يعني ان كل الناس مهتميه الحمد لله يعني الحمد لله يعني الحمد لله. انا شايف ورد وشوكولاته واهتمام وناس كتير واقفين في الطرقه. والله حقيقي، والاهتمام فعلا ملوش جنسيه يعني دي حقيقه لازم تقال، ملوش جنسيه، هتلاقي السعودي وهتلاقي الاماراتي وهتلاقي المصري وهتلاقي الكويتي، والله فعلا ناس حتى ممكن ما اعرفها يعني فعلا حقيقي يعني في حاله استياء شديد جدا، حتى السلطات الكويتيه يعني في استياء اساسا من الموقف اللي حصل ومن المشاهد اساسا يعني. الحمد لله يعني الحمد لله يعني انها انا شفت بصراحه يعني حب ما شفتوش قبل كده يعني بصراحه يعني. الحمد لله. طيب احنا عايزين عشان الحدث حتى لا يتضخم، وانت عارف في ناس بتكتب عن النت وبتسخن وما تعرفش اتجاهاتهم او ميولهم ايه،
انه كلمه منك للذين يعتقدون انه ده حدث عام وانه لابد من ان احنا نثار وكل الكلام الكبير اللي ممكن يوتر العلاقات والمصالح المصريه الكويتيه. هنا في حوالي على الاقل 450 الف مصري بيشتغلوا طول عمرهم بيعاملوا بشكل جيد وهم نفسهم ما حدش بيضايقهم. طب ويعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني يمكن حتى أنا قلتها قبل كده، يا جماعة نخلي كل حاجة في حجمها الطبيعي. أنا ما فيش شيء يضغط عليا إن أنا أقول عكس اللي جوايا. يا جماعة فعلا صدقا هذا اللي حصل، في استياء شعبي كويتي، في استياء شعبي مصري، في استياء ما بين الجالية المصرية، في استياء شعبي عربي. دي حقيقة أنا بقول لك أنا شاعر بيها. يعني أنا بقول لك أنت يعني الأجهزة الأمنية لا تتخيل أساسا، يعني أنا كان عندي كل الأجهزة الأمنية، رئيس كويتية رئيس المباحث، مدير الأمن، يعني تقريبا على طول. ويجي يعني تخيل مثلا مدير الأمن جاي بيقول لك أنا بعتذر، ده لا يعبر عننا. يعني 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 انت يا جماعه خلي كل حاجه في حجمها وبلاش نضخم الامور. وعلاقه اذا كانت علاقه الكويت بمصر دي علاقه قديمه قوي يا جماعه، يعني ما ينفعش اساسا ان هي تتعقر. وده حادث فردي فعلا وممكن يحصل في اي مكان، ما هو ممكن يحصل في مصر. يعني كل واقعي، ما هو ممكن يحصل في مصر وممكن يحصل في اي بلد. يعني طبعا ما حدش يحب لك اي ضرر، لكن اذا كان هناك اي فائده، انا عارف طبعا ما فيش فائده، بس اي فائده من هذا الحدث بتوضح قد ايه ان الحكومه الان والدوله في مصر والاجهزه المصريه تهتم بمواطنيها بدلا من سنوات طويله من الاهمال. والله يا جماعه يعني انا استاذ عماد انا قلت لك انا شخصيا يعني انا ما كنتش متخيل ان موقف السفاره ولا موقف النظام المصري او السفاره او الخارجيه المصريه هيكون كده. انا اتفاجئت بصراحه، يعني اتفاجئت وحسيت ان انا مصر جميله قوي يا جماعه، حسستني ان انا مهم مع مصر قوي، حسستني ان في اهتمام بالمصري حاليا دلوقتي غير الاول كتير، يعني الاهتمام على مدار ال 24 ساعه. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله. طيب ان شاء الله لما تقوم بالسلامه حضرتك، حضرتك هتكمل ان شاء الله عملك وحياتك في الكويت. ما يمنع، دي بلدي التانية ديت وانا عايش فيهم واكلت عيش وملح معاهم، وبقول لك انا شفت مع اهلهم، انا ما شفتش غير كل خير، يعني كل طيب، يعني ما فيش ما يمنع. وده حادث فردي، انا لن اتنازل عن حقي مع هذا الشخص، مع هذا التصرف. لكن كان انا اعممها اهل الكويت، لا، انا لي اصحاب كتير واهل هنا و... لا, 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 لا 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 لا. يعني انت هتمشي في اجراءات قانونيه عشان تاخد حقك وده سليم في ظل القانون. البلد فيها قانون وفيها دوله مؤسسات الحمد لله، وانا عن تجربه انا عارف ان البلد هنا بلد فيها القانون وكل حق بياخد وكل واحد بياخد حقه. يعني فانا هكمل للاخر مع هذا الشخص لان انا مطمن الجميع ان في قانون وهاخد حقي بالقانون، بالقانون الحمد لله. يعني اولا يعني بندعو الله انك انت تقوم لنا بالسلامه وتكون في احسن حال باذن الله، وتسمح لي هنتكلم مع محاميك اللي هو يعني تطوع مشكورا برضو عشان يدافع عنك، هو من المكاتب اللي موجوده هنا مصر الكويتيه مصريه للدفاع عنك، متطوع ونسمع منه بالضبط ايه الوضع القانوني. وسلامتك الف سلام. حضرتك تعرف نفسك؟ ماشي اعرف لك. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المحامي احمد الشمري المدير العام لمكتب عبد الحميد الصراف ومشاركه، المكتب اللي يمثل اخونا وحيد محمود. واحنا مكتب لنا فرعين، مكتب في الكويت ومكتب في الجمهوريه العربيه المصريه. جمهوريه مصر، تفضل حضرتك. السلام عليكم، انا دكتور محمد رمضان، رئيس القسم الدولي بمكتب الاستاذ عبد الحميد الصراف ومشاركه بالكويت، وضمن الفريق المشارك للدفاع تطوعا عن المواطن المصري وحيد رفاعي اللي تعرض للحادث الأليم يوم 5 تقريبا من يومين. يعني ايه هو الوضع القانوني اليوم حسب القانون الكويتي؟ يعني كيف يتم اذا كانت هناك تهمة سيتم تكييفها؟ ايه هي نوعية التهمة وما هو الوضعية القانونية الآن؟ بالبداية الواقع حصلت أول أمس، تعرض أخونا محمود وحيد محمود إلى ضرب في المحل اللي كان يشتغل فيه، وبعد ذلك انتقل إلى المستشفى، وورد تقرير طبي أولي
بناء عليه تم تسجيل هذه القضية على أساس أن هناك ضرب، وتم التحقيق فيها من قبل الإدارة العامة للتحقيقات من قبل المحقق اللي موجود في المخفر، وتم تكييفها على أساس أنها جنحة. لكن بعد ذلك بعد ما يعني انتقل إلى المستشفى وتم فحصه تبين هناك إصابات كبيرة وأن فيه معظمها يعني كسر، وبالتالي تتحول هذه القضية من جنحة إلى جناية. وبانتظار لا زال يعني لا زال نوعية الإصابات اللي عنده حسب القانون تنقلها من جنحة. نعم، وبالتالي لا زالت القضية رهن التحقيق، وهناك تقرير سيتم يعني إحضاره إلى الإدارة العامة للتحقيقات إلى المحقق اللي هو تقرير الطب الشرعي اللي أكد أن هناك إصابة تشكل جناية اللي هي آلام بدنية شديدة أو ممكن تتجاوز إلى يعني التهم اللي موجودة في القضية. يا دكتور، ماذا يقول القانون الكويتي في مثل هذه الظروف؟ وهل هو هنا بيكون من حقه ان هو يطالب من ضمن العقوبة اللي هي الجنائية اللي هي تصدر على المتهم بضربه، ان يكون كمان من حقه ان يحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت به؟ بالتأكيد طبعا، وفق القانون الكويتي القضية طالما سجلت سواء جناية أو جنحة، يعني بس في حالتنا هنا دلوقتي هي جناية، إذا ثبتت عليه التهمة وكانت كل القرائن والأدلة يعني تثبت عليه الأفعال الواردة في صحيفة الاتهام، هيتم عقوبته. والعقوبة بتاعت الجناية يعني معروفة، يعني بتبتدي من 3 سنوات لغاية 25 سنة. طبعا يعني بس من 3 سنوات ل25 سنة. مظبوط، من 3 ل25. وفي تعويض مادي يعني حسب الحالة يعني. وطبعا بتدخل المحامي اللي هو الأستاذ أحمد الشمري بصفته وكيلا عنهم بطلب اللي هو التعويض المدني، وبيثبت ده في محضر الجلسة. بعد كده المحكمة من حقها اللي هي تصرف التعويض أو تدي له العقوبة وتحيل الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل في شق التعويض. فطبعا من حقه التعويض المادي والأدبي كمان، يعني في مادي وفي أدبي. طب في سؤال أنا عارف أنه حساس شوية، بس حسب خبرتكم، هل حينما يمثل أي اثنين في حالة نزاع أمام القضاء الكويتي، هل هناك أي اعتبار لمن هو مواطن أو غير مواطن؟ عشان النقطة دي عايزين نوضحها لبعض الناس اللي موجودين على النت اللي عندهم تخيلات يعني غير طبيعية. يعني بالبداية لابد ان احنا نوضح اللي حصل في الضبط مع وحيد. حضرنا معه اجراءات التحقيق وتمكن هو من تعيين محامية واطلاع على الملف بالكامل، وبالتالي ليس هناك ما يمنع اي شخص من انه هو يعين محامي، وان حقوق القانونية جميعها مكفولة وفقا للدستور الكويتي وفقا للقوانين المعمول فيها في الكويت. والبلد يعني يحكمه قانون، واحنا دولة مؤسسات، وهناك يعني حقوق كاملة للمجني عليه وللمتهم أيضا، وما بصرف النظر عن جنسيته وبصرف النظر عن الجنسية. وإحنا يعني اليوم قاعد نتعامل مع واقعة بغض النظر عن الأشخاص أو عن الدين أو عن اللغة حتى. فاليوم المحاكم لها كامل الصلاحية في تكييف الواقعة، وبالتالي كل شخص لم يحصل على حقه سيناله بإذن الله وفقا للقانون الكويتي. وما نؤكد عليه أن تمكن أخونا من كافة حقوقه في أثناء التحقيق، ولا زالت القضية رهن التحقيق، وأيضا إحنا سنوافي أخونا بالمستجدات اللي راح تتم، وهو سيدعي بالحق المدني، وسنحضر أمام المحكمة ونقيم يعني وندافع عنه وفقا للقانون الكويتي. سيدي، ماذا تقول للمواطنين في مصر اللي بيتابعوا مجريات هذا الحدث، والبعضهم بيعتقد انه ممكن يكون في حدوث اي عدم انصاف او كده، من تجربتك كمحامي هنا في الكويت لسنوات؟ انا حضرتك بقالي 12 سنة في الكويت بمارس مهنة المحاماة بكل صراحة يعني وبحيادية تامة. القاضي قاضي أوراق في الكويت، يعني زي أي قاضي في أي دولة، لا يهمه جنسية ولا اللغة ولا الدين ولا لون البشرة ولا أي معتقد، يهمه الأوراق اللي قدامه، بيبحث واقعة بأركانها، توفرت الواقعة بأركانها طبع عليها العقوبة، لم تتوفر برأه أو جرامه بقى سواء كويتي مصري. فلا داعي لتضخيم الأمور، الدولة دولة قانون،
زيها زي مصر زي الامارات زي السعوديه زي اي دوله يعني. يعني نتعامل معها كحادث فردي يمكن ان يحدث في اي مكان وفي اي بلد. ما فيش مواطنين مصريين، ما انا كنت في امريكا، ما فيش مواطنين مصريين بعد الاحداث بتاعه سبتمبر 11 كانوا بيتضربوا من الامريكان. حوادث فرديه، لكن مش كل الامريكان هنقدر نقول عليهم انهم بيكرههم يعني. ده وجهه نظر يعني حضرتك. انا شاكر لكم، شكرا. معنا الآن السيدة جمانة نجم الدين، وهي دبلوماسية في السفارة المصرية والمسؤولة عن التواصل الاجتماعي في السفارة. سيدتي، في ناس كتير بيحاولوا يفهموا بالضبط ماذا قامت به السفارة في هذا الحدث، وكيف ولأول مرة الناس بيشوفوا أنه يصدر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي من السفارة بعد الواقعة بفترة قصيرة يشرح بالضبط ماذا حدث ودور السفارة ومتابعة السفارة للحدث. هذا التحرك السريع ما هي خطواته وكيف تم، لأنه بيعتبر سابقة مهمة في دور السفارات في الخارج. أولا يا أستاذ عمي بشكرك على اهتمامك بالتغطية واهتمامك أن حضرتك تعرف الخطوات اللي قامت بها السفارة. بداية السفارة في إطار تواصلنا المتميز مع الجالية، جالنا بلاغ من أحد أفراد الجالية اتصل بينا في وقت متأخر جدا من مساء أمس حوالي الساعة 11 بالليل، تواصل معنا وقال لنا أنه في حادثة مشاجرة حصلت وأنه في مصري مصاب وأرسل لنا الفيديو. طبعا بعد ما شفنا الفيديو كان منظر الاعتداء وحشي وكان الشكل بشع، كان لازم تحرك فوري. بالفعل تحرك المستشار القانوني للقنصلية الأستاذ محمود عليوة، وبعد كده لحقوا على طول القنصل عبد اللطيف شعير مسؤول بالقنصلية المصرية بالكويت، وأحد كمان المستشارين الموجودين في السفارة، كان طبعا في إطار التنسيق الدائم بين السفارة والقنصلية، توجهوا على طول مع المصاب. كان هو ساعتها في العناية المركزة، فضلوا معاه في العناية المركزة وفضلوا معاه لحد ما اتنقل لجناحه في حوالي على 4 الفجر يعني من فجر أمس. وأول ما اطمنا أنه اتنقل جناحه على طول القنصل العام السفيرة هويدا عصام جات له واطمنت عليه كمان وعلى حالته الصحية. في الوقت ده بالتوازي مع تواصلنا معاه داخل المستشفى كان في فريق عمل من القنصلية موجود في مخفر الشويخ بيتابع سير التحقيقات. كان في الوقت ده تقريبا اتمسك اول متهم اللي هو اللي كان بصحبة الجاني، وبعد كده كانوا بيتابعوا التحقيقات اللي الشرطة الكويتية قامت بيها مشكورة علشان يمسكوا كمان الجاني الرئيسي يعني اللي قام بالاعتداء على المجني عليه. وبعد كده بعد ما توصلنا مع التحقيقات كمان ساعات السفير جه برضو الساعة 10 الصبح حوالي 11 الصبح أمس كمان اطمن على وحيد وأكد له إن احنا واقفين جنبه وأكد له إن احنا لمسنا اهتمام الجانب الكويتي يمكن أكتر مننا كمان، كانوا مهتمين وحريصين جدا هم يجيبوا له حقه، وده شيء طبيعي تعودنا عليه في دولة الكويت، فعلا هي دولة قانون دولة مؤسسات. وأكدنا له على الرسالة دي وأكدنا له وقفنا جنبه في كافة حقوقه، وهو قال لنا يعني إن هو متمسك بحقه وإن هو عايز حقه وبيحط الموضوع ده في إيد السلطات الكويتية وفي إيد السفارة، وده اللي احنا أكدنا له عليه. فضلنا معاه ساعة متأخرة من الليل، كان أستاذ محمود عليوة المستشار القانوني السفارة كان بالفعل بايت معاه كمان في أوضته أول ما اتنقل، ولحد النهاردة هو متواجد معاه، ده يعتبر ثالث يوم كمان هو معاه ما سابوش لحظة. دعم معنوي قبل كل شيء، نأكد له إن احنا متابعين كل الإجراءات وإن حقه هيجيله، ده أهم حاجة احنا عاوزين نوصلها له ونوصلها لأي مصري موجود هنا في الكويت، إن فعلا السفارة ودي تعليمات عندنا من أعلى قيادة في البلد ده حقيقي، إنه احنا نهتم بالمواطن المصري، ده أولوية لشغلنا يعني هنا إن شاء الله. بتقولي ايه حضرتك لبعض الناس اللي هم ممكن يكونوا يا مش فاهمين او عندهم الانطباع القديم على انه اهمال الهيئات الدبلوماسية للمصريين في الخارج زي زمان، او اللي هم مغردين بيحاولوا يسخنوا الدنيا ان ادي المصريين موجودين في الخارج ويهانوا ويتضربوا ومحدش بيعمل حاجة. ياريت تشرحي للناس بالضبط حقيقة الموقف حتى لا يتطور الموقف ويصبح قضية اكبر بكتير من كونها حالة فردية. هو انا عايزه افرق بين حاجتين، بين لو حد مش عارف دور السفاره فاعتقد انه بوسائل التواصل الاجتماعي بسرعه انتشارها بقى صعب ان حد يكون مش عارف، معلومه بتوصل بسرعه جدا، احنا حاجات كثيره جدا بنعرفها من التواصل الاجتماعي بفضل الجالي، فبالعكس هم على درايه وعلى اطلاع بكل الاحداث اللي بتحصل في الكويت، بتم مصريين اكتر من السفاره، ودور الجاليه والسفاره اصبح دور مكمل في خدمه المواطن بالاساس. فاللي حابب يعني يعرف دور السفاره احنا بنقوم باللي علينا، وبمساعده الجاليه اعتقد دورنا كمان بيوصل للناس واليات التواصل بقت مفتوحه بشكل كبير.
فده دي شق. الشق الثاني المغرضين اللي بيحاولوا يستغلوا الحادث دوت ويحطوه في سياق اكبر او في اطار اكبر بكتير انه حاجه يعني مغرضه توقع بين مصر والكويت. ده طبعا المفروض ان احنا بقى دلوقتي بقى عندنا وعي، الموضوع بقى واضح انه الاوضاع مش مستحمله، احنا لازم نحط الامور في نصابها الحقيقي، والموضوع حادثه فرديه وحشيه لا تمثل الشعب الكويتي نهائيا ولا تمثل شعب الكويت اللي فعلا احنا عايشين هنا بنلمس كلنا بشكل يومي اخلاقه الطيبه، كرمه، استضافته، حبه لمصر كمان، يعني حبه لمصر وللمصريين الكبير، غير بقى كرم اخلاقه المعتاد، فحبهم يعني مصر عندهم كبيره جدا يعني. وده بيسهل كمان عملنا الدبلوماسي، احنا هنا الابواب كلها مفتوحه لنا بس لمجرد ان احنا مصريين. فارجو من الناس ان احنا نهدى وهناخد حقه بالقانون، وده حادث فردي بيحصل في اي حته في اي بلد في العالم، بيحصل في مصر، بيحصل في الكويت، بيحصل في اي مكان في العالم، احنا واقفين معاه. وزي ما قلت لحضرتك الشرطه الكويتيه قبل مننا حريصين ان هم يجيبوا له حقه، وكان في بيانات من جهات كويتيه كتير، وزاره الداخليه الكويتيه، المنظمه الكويتيه لحقوق الانسان، كان في كذا جهه كويتيه امبارح كمان حكوميه وغير حكوميه طلعوا بيانات ادانوا الحادث ده، غير مواطنين كويتيين يعني عاديين جدا طلعوا بيانات ادانوا الحادث ده بشكل كبير. فالناس ده واضح والموقف الكويتي واضح، وارجو ان احنا نحرص تماما على وضع الموضوع في اطاره مشاجره فرديه. القانون والتحقيقات شغاله وبشكل كبير جدا وبشكل منجز، تم القبض كمان على الاثنين الجناح في وقت قصير جدا، وده انجاز كبير يبين ان يعني حرص الجانب الكويتي على هم اثنين ولا واحد؟ هم يعتبر جاني حضرتك وكان في واحد زميله بصحبته. انا شاكر لحضرتك فندم. شكرا جدا ليك يا استاذ عماد، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. الان بعد ان اتضحت الصوره نرجو من كل جنرالات المقاهي والذين يكتبون على الانترنت ويحاولون توتير وتسخين الأجواء بين مصر والكويت ومحاولة الإساءة إلى موقف الدولة من المواطنين المصريين في الخارج أن يعلموا ما هي الحقيقة وكيف تحركت الدولة في دعم هذا المواطن. أهم شيء كان في هذا الحدث، طبعا دايما بتكون الأحداث فيها آلام ومشاكل كثيرة، لكن في هذا الحدث هناك منفعة كبرى، وهي أن نتعلم كيفية أن تتحرك الدولة وتتحرك مؤسسات الدولة والسفارات من أجل نجدة المواطنين ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم. لابد أن ينتهي عصر عدم رعاية المصري في الخارج. لدينا أكثر من 9 مليون مصري موجودين خارج الوطن، يجب أن يكونوا في أعيننا، في قلوبنا، في ضمائرنا. والتجربة الذي حدث بالأمس في الكويت يؤكد ثلاثة أمور: أنها حادثة فردية، متانة العلاقة المصرية الكويتية، وآخر نقطة في هذا الموضوع أننا ابتدأنا نتعلم كيف ندافع عن أغلى ما لدينا وهو مواطنينا في الخارج. عماد الدين أديب من الكويت.